ميد علي حسن أم دعوات كيش بوها خافتني مؤتمرنا السنوي نبارك ونهنئ عموم شعبنا قدوم العام الجديد متمنين لهم عاما يملأه الأمن والسلام في كافة مناطقنا كما نجدد لهم العهد بالعمل المتواصل والمثابرة الدائمة في الدفاع المستمر عن شعبنا وأرضنا التي ما زلنا نرويها بدماء الشهداء الأبطال الذين رسموا لنا بتضحياتهم طريق الحرية والإباء كما نشيد بتعاون شعبنا المستمر لقواتنا الأمنية وثقتهم الداعمة لنا على الدوام كما ونستنكر بشدة ما يتعرض له أبناء شعبنا في المناطق المحتلة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي تحت مسمى الجيش الوطني من السلب والنهب والفساد بشتى أنواعه واجهت مناطقنا في شمال شرق سوريا حروبا عديدة لهذا العام وعلى وجه الخصوص المدن والبلدات القريبة من الشريط الحدودي حيث استشهد على أثرها العشرات منهم يسعى الاحتلال التركي من خلال هذه التعديات والهجمات لتهجير أبناء شعبنا ونهب ممتلكاتهم كما يهدف لإضعاف الوتيرة الأمنية وتشتيت قواتنا لتزداد نشاطات الخلايا الإرهابية وزعزعة أمن واستقرار المواطنين في مناطقنا وكانت إحدى هذه الهجمات التي حاولوا تنفيذها ولكنها باءت بالفشل على أيدي قواتنا بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية محاولتهم السيطرة على سجن الصناعة بالحسكة والعديد من الأحياء القريبة منه لمساعدة معتقلي داعش في السجن على الفرار حيث تم دحرهم والانتصار عليهم بالتعاون مع أبناء شعبنا الذين أدركوا ما يسعى إليه أفراد هذه الخلايا الإرهابية من خلال هذه العمليات فيما استمرت قواتنا في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وملاحقة خلاياه النائمة فقد استكملت قواتنا حملة الإنسانية والأمن في مرحلتها الثانية بمخيم الهول بمساندة قوات سوريا الديمقراطية لتحسين الواقع الأمني للمخيم وقاطنيه وإعادة تنظيمه حيث تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على العشرات من عناصر داعش وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجرة إضافة لتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية والاستخباراتية على مستوى مناطقنا كافة شمال وشرق سوريا حيث بلغ عدد الخلايا التي تم تفكيكها 146 خلية كما فككت الفرق الهندسية الخاصة 67 لغما وعبوة ناسفة وسيارتين مفخختين وضمن العمل المشترك مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب قامت قواتنا الخاصة الهات بتنفيذ 44 عملية مداهمة مشتركة ولمتابعة وتيرة التنظيم والتطوير وتحسين الأداء الأمني عقدت قواتنا لهذا العام الكونفرنس الثالث لمناقشة الهيكلية التنظيمية والإدارية والأمنية الخاصة بأقسام قوى الأمن الداخلي وأجراء بعض التعديلات على الهيكلية بتصويت الأغلبية من الحضور كما تم هذا العام تخريج الدورة الأولى للضباط في قوى الأمن الداخلي على مستوى شمالي وشرق سوريا ودورتين خاصتين بصف الضباط وافتتاح كلية الشهيد تول هلدان للعلوم الشرطية في مدينة الحسكة لتستقبل الدورة الثانية للضباط إضافة لدورات تدريبية
التي تم تخريجها بكافة اختصاصاتها بلغت 23 دورة تدريبية، تخرج منها 2282 عضوا بينهم 291 عضوا. وتماشيا مع ضرورات المرحلة الراهنة التي نمر فيها ومحاولة أعداء مناطقنا ضرب البنية المجتمعية من الداخل وخاصة الفئة الشابة بمحاولاتهم المستمرة لإدخال المخدرات تطبيقا للحرب الخاصة التي يخوضونها على كافة مناطقنا، تم تأسيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبلغ عدد الملفات الخاصة بالمخدرات والتي عملت عليها الإدارة العامة لمكافحة الجريمة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات 2037 ملف، منها 535 ملف إتجار، 387 ملف ترويج، و 1115 ملف تعاطي. كما تم ضبط المواد المخدرة التالية: 55 كيلو و 9401 غرام من وثلاث شتلات من الحشيش وثمان سجائر حشيش، وبلغ عدد الحبوب المخدرة 3,886,241 حبة و 184,596 غرام من مادة الكريستال و 144 غرام من بذار الحشيش و 534 غرام هيروين. كما بذلت قواتنا خلال هذا العام كل طاقاتها لمتابعة كل الجرائم الجنائية والتي تخل بسلامة وأمن حياة المواطنين وممتلكاتهم ومكافحة كافة أشكال الجرائم المنظمة التي تضر بكافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتقديم المجرمين للعدالة. فقد تمكنت قواتنا في مكافحة الجريمة من التعامل مع 1318 ملف سرقة وإلقاء القبض على أغلب السارقين وتقديمهم للعدالة، بالإضافة إلى متابعة ملفات تهريب الأسلحة والإتجار بها، وقد بلغ عدد المضبوطات كالتالي: 233 كلاشنكوف و260 مسدس، 193 بندقية الصيد، و49 قنبلة يدوية، و1115 طلقة نارية بمختلف أنواعها. كما قامت قواتنا بكشف ملابسات 216 جريمة قتل وتوقيف 351 شخص وتحويلهم للنيابة العامة. وفي سبيل الحفاظ على البنية الاقتصادية بكل طاقاتها في مكافحة جرائم تزييف العملة، قد تم ضبط 47,000 دولار أمريكي مزور و9 ملايين و280 ألف ليرة سورية مزورة. كما تعتبر مناطقنا من أكثر المناطق التي تعاقبت عليها الحضارات وتتميز بغناها الثقافي والحضاري، ويعمل ضعاف النفوس على التنقيب عن الآثار ومحاولة الترويج لبيع القطع الأثرية أو النصب والاحتيال بتزوير القطع الأثرية لبيعها، حيث بلغ عدد الملفات التي قامت قواتنا بمتابعتها وكشفها 68 ملف، وكان عدد الموقوفين 151 شخص. بالإضافة إلى ذلك، قامت قواتنا في مديرية المرور في شمال وشرق سوريا بعقد دورات موسعة لأعضاء بوليس الترافيك لتطبيق مواد قانون المرور الجديد الذي قام المجلس التشريعي للإدارة الذاتية بإجراء عدة تعديلات عليه بمصادقة المجلس العام. قوى الأمن الداخلي المرأة. قالت قوى الأمن الداخلي المرأة خلال هذا العام على زيادة تنظيم الأقسام والمكاتب وزيادة الخبرة والكفاءات، حيث انضمت 32 عضوة لدورة الضباط الأولى، وخرجت قواتنا دورة صف الضباط الخاصة بقوى المرأة. وقد عقدت قواتنا المرأة كونفرانسها الثالث لزيادة التنظيم تماشيا مع وتيرة التطوير الأمني وما يتعلق بالعمل على مكافحة الجرائم. فقد تعاملت قواتنا مع مختلف أنواع الجرائم التي كانت إحصائياتها على الشكل التالي:
فقد استقبلت جميع قوى الأمن الداخلي المرأة 882 شكوى، وكانت مجمل الإحصائيات 6 ملفات تعاطي مخدرات، 9 ملفات تزوير، 72 ملف انتحال شخصية، 9 ملفات لجرائم القتل كانت فيها المرأة هي الجاني، و5 ملفات جريمة قتل كانت المرأة فيها هي الضحية. وقد بلغت ملفات الانتحار 20 حالة، ومحاولات الانتحار 2 من المحاولات. وقد ارتقت 5 شهيدات وأصيبت عضوة واحدة أثناء قيامهن بأداء واجبهن في الدفاع عن شعبنا ومناطقنا. وبلغ عدد شهداءنا الأبطال الذين قدموا أرواحهم وأنفسهم في سبيل إرساء الأمن والاستقرار وحماية شعبنا والمحافظة على حقوقهم 69 شهيداً من عموم مناطقنا في شمال وشرق سوريا. كما أصيب 41 عضواً أثناء أداء واجبهم في الدفاع عن شعبنا ومناطقنا. إننا في قوى الأمن الداخلي نعاهد شعبنا بأن نكون الدرع والحصن المنيع بوجه كل الطامعين والجهات المعادية، وأن نقدم أرواحنا وأنفسنا في سبيل تحقيق الأمن والسلام. وسنسير قدما على نهج شهدائنا الأبرار الذين رسموا لنا بدمائهم طريق الحرية والإباء. وختاما نهنئ كافة مكونات شعبنا في شمال وشرق سوريا حلول العام الجديد، مع تمنياتنا وأمالنا أن يكون عاما ملأه الأمن والسلام والانتصارات على كافة الجهات المعادية والطامعة بأرضنا. داگر کریا ترک هول دا دریا وان ر ایریشا را خلک هری می کچھ بر بکے و مال و ملک ان ولاتیان تالان بکے هروها ارماج دکے گو اولہی لواز بکے و هز ما جه بخے جبوز دکرنا چالاکی ان شانیان او تکبرنا اولہی ارامی ولاتیان له هری می ما یک جوان ایریشانجی گو تے دا ریا وان را هول دان پک بینن له لسر دستن هز ما بهفكاريا هزن قصدير راها تشقاندن أمجي هولدانن أوجي هولدانا كنترول كرنا قرتيقها صناعة يا لحسكي وقالك تاخي نيزيوي جبوغو أليكاريا قرتيين داعشي ين قرتيقه دا بكي و برافينن لي هفكاريا بقالي مرا هتا شقاندن وتيك برن هزي ما شري لديجي چطان بي حمشي واين بردوام دكي او شوپاندن آشاناین وی یه رازای دکه هزه ما حمله امرووی و اولهیه دو قناغ خوایا دویمین دا لکان پاهوله بپشتیوانی هزه سوریه دموقراتیک تمام کر جبو پشکرنا اولهیه لکان پی و نشتجیه نویرا جبو نووا برخستن بکه جبر گو هزه ما بدهان چطین داشه گرتن و هجماره که مزن اشتاق و ماده انتقینر دست سر کرن. هر وها گلگ شانه چتان استخباراتی لسر اصلا با کرو جلات سوری جهف کرن. گو هجماره شانه گوهاتن تکبرن گها 146 کسان. او تیم انتیبت این اندازیاری تقمانین 67 ماین او تقمانی و دو اوتومبیلین بمبابار کری پوچ کرن. د چارچوفای کاری هبش ده هپیمانیان دولتی یا دیجیتروری را هزه ما یین تایبت را بهاته را 44 مدهمین هبش پیک آنین جبوشو پاندنا ریخستی پیشکتین و پاشکرینین پروفومانسا اولهیه هزه ما ایسال کنفرانس خویا سیمیل درخست.